كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير أواخر آيات سورة التحريم، وهي السورة الأخيرة في جزء قد سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة التحريم أيها الإخوة سورة تتحدث عن علاقات أسرية في معظم آياتها، ففي مطلع هذه السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه إرضاء لأزواجه أن يأكل العسل. وفي وسطها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي آخرها ضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين آمنوا. والأمثال الأربع المضروبة مثلان أو مثلين للذين كفروا ومثلين للذين آمنوا الأمثلة من النساء. فالمرأة عندما تكون صالحة تصير مثلا ويصير اسمها لائقا بأن يذكرها الله تعالى في القرآن الكريم لتكون مثلا للذين آمنوا. ونسأل الله السلام. المرأة عندما تكون في فجور في مخالفة لأمر الله يصير اسمها لائقا أن تكون مضرب مثل وعبرة للفجار وللكفار. وفي الإسلام المرأة والرجل سيان في التكليف وفي التشريع وفي مخاطبة الله عز وجل له ولها. فمن اتقى وعمل صالحا رفع رجلا كان أو امرأة، ومن خالف أوامر الله عز وجل صار عبرة لغيره. ضرب الله مثلا للذين كفروا نموذج للكفرة الفجار الذين لم ينفعهم الخير وقد كان الخير ألصق شيء إليهم. مثل الذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأتان اثنتان زوجتا نبي، مع قربها الشديد من هذا النبي، مع رؤيتها للمعجزات، مع سماعها الكثير لأحاديثه ولكلامه، مع رؤيتها ما يخرج الله تعالى على يديه للناس من الخير، لكنها ما آمنت. لم ينفعها قربها من هذا النبي. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني خيانة كفر. ليس لزوجة نبي، الأنبياء معصومون والله عز وجل يحفظهم من أن يطعنون في شرفهم. الخيانة هنا خيانة كفر. فخانتاهما يعني بالكفر. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال ابن عباس كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني زوجها نبي والناس يسلمون على يديه وهناك معجزات يراها الناس، ثم زوجته هي التي تسلط الناس عليه، تقول هذا رجل مجنون. كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. تعلمون بأن قوم لوط كانوا يرتكبون الفاحشة، وكان سيدنا لوط ينهاهم عن هذا الأمر. كانت امرأة لوط
بدل أن تمضي مع زوجها في الخير وفي الإيمان وفي الطاعة وفي الاستجابة لأمر الله، بالعكس هي تدل الفجار على الفجور. قال المفسرون في معنى لم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتهما لما عصتا شيئا من عذاب الله، تنبيها بذلك على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة. ألا هون في أمر مهم يا أخواننا، قد أنت يكون أبوك شيخ شيوخ الدنيا، قد يكون جدك من أكبر الصالحين، قد تكون في شجرة العائلة أنت منسوب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم تطع الله عز وجل وتترك معصيته فالله عز وجل جعل امرأة نوح وامرأة لوط مثلا للكفار، يعني هن مو كفار عاديين، نموذج الكفر. لذلك قربك من الصالحين، قربك من الأولياء، قربك من أهل الله عز وجل لا يغني عنك من الله شيئا إلى أن تنضبط بأوامر هؤلاء الأولياء والأنبياء والصالحين. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخوان، كل واحد بيننا وكل أخت بيننا تراقب مقدار انضباطها بهذه الشريعة، المعيار الذي من خلاله تمر يوم القيامة أو لا تمر هو تقوى الله عز وجل، هو الانضباط بأوامره والانضباط بنواهيه، فعل المأمورات وترك المنهيات. باقي الحواشي والأطراف فيها خير، لكن هذه تأتي بعد الانضباط بالأمر والنهي. ما حدا يقول أخي نحن من الشام وأهل الشام الله مبارك فينا كلياتنا وكلنا في دين، لا مو صحيح هذا الكلام. زوجة نبي لم تمر. ما حدا يقول يا أخي أنا اسمي محمد وكل واحد اسمه محمد، يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع به وخلاص ماشي الأمور. زوجة نبي لم ينفع قربها من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول أنا كفلان يتيم خلاص باقي الذنوب الله كله بيغفره، كفالة اليتيم لك بها ثواب، لكن أكل مال الناس عليه عقاب وسيوزن هذا وهذا. طيب لكن ما معنى أنا وكافل اليتيم في الجنة؟ هكذا إذا التزمت أوامر الله. كثير من الأحاديث أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثلا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني الذكر وحده يدخل الجنة بعد الانضباط بأوامر الله عز وجل الباقية، كفالة اليتيم بعد الانضباط بأمر الله عز وجل الباقي، حفظ القرآن بعد الانضباط بأوامر الله تعالى الباقي. أما مجرد والله واحد يفعل ما شاء بعدين بيقول لك بكفلي 50 يتيم بقوم بنفد يوم القيامة، أبدا أبدا. الأمر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، في ميزان، في كفالة يتيم تأخذ أجور وفي تلك الأعمال في عليها حساب. الأخت حفظت القرآن لك أجور، خالفت زوجها، لم تعتني بأولادها عليها وزر، سيوزن هذا وهذا. لذلك كلنا يا أخوان يجتهد أحدنا أن يراجع نفسه وأن يشاهد إذا أنا بعيد عن أوامر الله أو عن نواهيه أن أتوب وأرجع إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما لما عصتا شيئا من عذاب الله، تنبيها على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة. يقال إن كفار مكة استهزأوا، قالوا إن محمدا يشفع لنا، هن كفار وفجار وعم يعملوا سبع وزمتها، وأخي أن محمد من عنا من ربعنا من يمنا من جماعتنا خلاص هو يشفع لنا، إن محمدا يشفع لنا صلى الله عليه وسلم. فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء، كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته وشفاعة لوط لامرأته مع قربهما لهما لكفرهما.
لذلك فلنجتهد ما استطعنا في الأعمال الصالحات، ثم نتوسل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نتوسل بجاه الصالحين، ثم نتوسل ببركة القرآن الكريم، ثم نتوسل ببركة الأيتام وببر الوالدين، أن يعني يرفعنا الله عز وجل درجات عاليات. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الآن امرأتان اثنتان كانتا مثلا للكفر والفجور، وامرأتان اثنتان لما انضبطتا بأمر الله عز وجل كانتا مثلا للخير وللصلاح. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: آسية بنت مزاحم زوجة فرعون كانت من خيار النساء. تخيل، زوجة أفجر رجل على وجه الأرض. هي في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربعة. بكرة بس تفوتوا على الجنة إن شاء الله سترون أربع نساء هن كبيرات نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها أفجر رجل، هذه آسية فرعون عليه لعنة الله، وهي سيدة من سيدات نساء الجنة. فما وحدة من النساء تقول: أنا زوجي لا يعينني على الطاعة، أنا زوجي ليس جيدا، أنا زوجي ليس ملتزما كالتزامكم. فرعون أفجر رجل على وجه الأرض، وآسية بنت مزاحم من خيرة النساء. آسية بنت مزاحم كانت من خيار النساء، كانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم ويدخلون عليها، وكانت تنصح زوجها أن يتبع موسى عليه السلام فيأبى. جعلها الله تعالى مثلا للذين آمنوا. أسوأ زوج في العالم فرعون، وهي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. قال ابن كثير في تفسيره: هذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. هذه زوجته التي هي محتاجة إليه، خالطته، لكن استطاعت بعون الله عز وجل أن لا تضرها مخالطة هذا الكافر الفاجر، وكانت من سيدات نساء أهل الجنة. أحياناً في أخ يضطر للعمل في مكان يعني الجو المحيط به ليس مساعداً على الانضباط. تذكر أن امرأة فرعون كانت في جو أسوأ من جوك وصارت سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. أحياناً في طالب جامعة بيقول: أنا جامعتي كتير صعب الانضباط فيها. تذكر آسيا زوجة فرعون كانت في جو من أفجر ما يكون وصارت سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. أحياناً أخت تكون موجودة في منزل هي يلقي الله عز وجل في قلبها الهداية والإيمان، وأهلها وجيرانها ليسوا منضبطين لا بالأخلاق العالية ولا بالشريعة الكريمة ولا ملتزمين بالأوامر والنواهي. تذكري امرأة فرعون كانت في جو من الفجور والكفر الله به عليم، وإذا هي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. هي تقربت إلى الله عز وجل رفعت، من حولها كانوا في كفر وفجور انخفضوا. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وقف المفسرون عند قول السيدة آسيا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالوا: لماذا قالت عندك؟ ليش ما قالت ربي ابن لي بيتا في الجنة؟ أول شيء، البيت في اللغة العربية هو الغرفة، أما إذا في مجموعة غرف اسمه دار، فلا كلكم ساكنين بدور. والبيت في اللغة العربية يلي جداره إذا وقفت ظهر رأسك،
يعني ارتفاع بدون سقف البيت، بحيث إذا أنت وقفت ظهر رأسك يعني جدار قصير، أما إذا كان الجدار عالي وله سقف اسمه باللغة العربية قصر. فهلأ أنتم كلكم ساكنين بإيش؟ بقصور. فقولوا الحمد لله يا رجل، قولوا الحمد لله يا أخوات، والله أنتم نحن في نعم كبيرات. الله عز وجل يرفع البلاء عن هذا البلد ويعجل لنا بالفرج ويجعله محفوفا بألطافه. فهي السيدة آسيا قالت يا رب دخيلك أريد بيتا، يعني غرفة واحدة والسقف تبعها بدون سقف والجدار منخفض، لكن أنا أريده عندك. قال المفسرون اختارت الجار قبل الدار، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثل. والمثل الثاني قال ومريم ابنة عمران هي مثل للذين آمنوا التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني من الطائعين. السيدة مريم أيها الإخوة هي المرأة الوحيدة في العالم التي ذكر اسمها في القرآن الكريم في 26 موضعاً. 26 مرة في القرآن الكريم يذكر اسم السيدة مريم، وهي المرأة الوحيدة المذكور اسمها في القرآن الكريم. هذا واحد. المرأة الوحيدة في العالم التي جعل اسمها عنوان سورة في القرآن الكريم هي السيدة مريم في سورة مريم. لماذا مدح القرآن الكريم السيدة مريم؟ أولاً لتروا علاقة الإسلام مع المسيحية التي أنزلها الله تعالى. بس في شيء قوي جداً في السيدة مريم، جعل اسمها عنوان سورة في القرآن الكريم. والآن الكلام للأخوات الذين يجلسون الآن أو الذين يسمعون عبر المكسلر أو الذين سيسمعون التسجيل، أكثر ما مدح القرآن الكريم في السيدة مريم ثلاثة أشياء: عفافها وإيمانها وطاعتها لربها، والمجموعة الثلاثة في هذه الآية الأخيرة ومريم ابنة عمران. أول شغلة التي أحصنت فرجها، عندما تكون المرأة عفيفة تصير جديرة أن يكون اسمها عنوان سورة في القرآن الكريم، أن تذكر 26 مرة في القرآن الكريم، أن لا يوجد امرأة في الأرض يذكر اسمها إلا هي لأنها عفيفة. فإذا سقط عفاف المرأة سقطت، سقطت، والواجب أن تخمد اسمها ولا يذكر شيء عنها، لأن الرذيلة يجب أن تبقى دائما في الظلام، بس الفضيلة هي التي ترفع إلى النور، الفضيلة هي التي تنشر وتعلى، الفضيلة هي التي توجه إليها الأضواء. فالسيدة مريم أول وصف من صفاتها أنها كانت عفيفة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. لذلك يا أخوات انتبهنا، هناك من يدرس من علماء التاريخ ومن علماء النفس، يدرس ثم يستخدم دراسته لأجل أن يجعل المرأة فاقدة للعفة، بالتالي من أجل أن يذهب أو تذهب مكانة المرأة في الأرض، خاصة المرأة المسلمة المنضبطة بشريعة السماء. وأريد أن أقرأ عليكم شيئاً كتبت الباحثة نفيسة عبد الفتاح في جريدة الأسبوع العدد 507، تقريراً عن المقال الذي كتبه أستاذ جامعي يهودي يدعى هنري ماكود، وهو باحث متخصص في الشؤون النسوية والحركات التحررية، حيث يقارن هذا الكاتب بين صورتين لامرأتين على حائط مكتبه: الأولى لسيدة مسلمة تلبس الحجاب الشرعي، عباءة عريضة وخمارا يغطيان مفاتنها، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمريكية أظهرت كل مفاتنها وزينتها وبدت وكأنها بدون ثياب. يقول الكاتب: إن دور المرأة هو بمنزلة القلب في أي ثقافة، وإن جزءاً من الحرب على العرب والمسلمين هو الحرب الوشيكة التي تتمثل باقتلاعهم من ثقافتهم وديانتهم،
وباستبدال لباس متسابقات الجمال بحجابهن الشرعي. بدنا نشلحهم الحجاب الشرعي ونعطيهم لباس ملكات الجمال. إذ يمثل الحجاب الشرعي تكريس المرأة نفسها لزوجها وأسرتها، ويؤكد خصوصيتها وتفردها وأهميتها على الصعيد الداخلي. فتركيز المرأة منصب على بيتها حيث يولد أطفالها، فهي الصانع المحلي وهي الجذر الذي يبقي على الحياة لزوجها وأولادها. أما فتيات عرض الجمال التي تمشي إحداهن شبه عارية فهي ملك للعامة، وهي تسوق جسدها إلى المزايد الذي يدفع سعراً أعلى. يؤكد كاتب المقال أن النظام العالمي الجديد يريد المرأة منفردة، معزولة، جائعة إلى الرذيلة. لذلك بتلاقوا أيها الإخوة حتى المنظمات الدولية عندهم أبحاث عن حقوق المرأة، بس ما عندهم أبحاث عن حقوق الأسرة، حقوق المرأة. يريدون المرأة وحدها منعزلة. يؤكد الكاتب أن النظام العالمي الجديد يريد المرأة منفردة، معزولة، جائعة إلى الرذيلة، بعيدة عن الزواج. ويصف الكاتب اليهودي ادعاءات تحرير المرأة بالخدعة القاسية التي استطاعت إغواء الأمريكيات وخربت الحياة الغربية. سيدتنا مريم كانت عنوان سورة في القرآن الكريم لثلاثة أشياء: أولها عفافها، وثانيها إيمانها، وثالثها عبادتها، مجموعة في هذه الآية: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني ألقينا فيه روحا من أمرنا، ولد لها سيدنا عيسى عليه السلام. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، آمنت بالله، إذا قال الله فالقول قوله. طيب بس إذا قال المجتمع كلام مخالف لله، القول قول الله وكلام الناس يرمى في الأرض إذا خالف أمر الله عز وجل. وكانت من القانتين، يعني كانت من الطائعين لأمر الله عز وجل، إذا أمرها ائتمرت وإذا نهاها انتهت. بهذين المثلين للذين آمنوا ختم الله تعالى سورة التحريم، ليبقى كل رجل فينا محافظا على عفافه، ومحافظا على إيمانه، ومحافظا على طاعته لربه، ولتبقى كل امرأة من المسلمات عفيفة محافظة على عفافها وعلى إيمانها وعلى طاعتها لربها، لتكون ويكون جديرين بأن يكونا عبادا لله عز وجل ومثلا للذين آمنوا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يأتمرون بأمر الله وينتهون عن نهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نصيحة يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، لا تعطين واحدة منكم نفسها هواها، لابد نفسك أن تسوقها بجناحي الخوف والرجاء. الأصل في الطلاق في الشريعة أنه محظور مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هو مشروع لكن على سبيل الحظر وعلى سبيل الاستثناء. الأصل أن الناس يتزوجون فلا يطلقون، بس في حالات معينة الطلاق يكون فيها حلا. هو يقول لي: بينما كانت يد الأب مرتفعة لتهوي على الولد هويا شديدا، والأب يصرخ: كم مرة قلت لك لا تكذب، لماذا تكذب؟ الابن من شدة ألمه ما تحمل، فقال: بابا، لأنك أنت كذاب. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب